ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر افدر اوف فيديو جديد. فيديو النهارده ايوه ثواني قبل ما ابدا اي حاجه، عشان امبارح كنت قلت ان انا نسيت ان انا ازاي ابدا الفيديو. اوكي انا اتفرجت على فيديوهات عرفت انا كنت ببدا ازاي. اوكي وافتكرت كمان احمد مكي لما كان في كبير قوي، لما كان بدا كان هو تقريبا جون حاجه زي كده، ان هو بدا ان هو يعمل يوتيوب حاجه زي كده، عشان هدرس تقريبا كان ليه ما اتفرجتش على كنت بتفرج على حتت على اليوتيوب بس. فما علينا عشان ما فيش تلفزيون هنا عربي مصري عربي. ما علينا، بخصوص الفيديو ده خلينا في الفيديو او الاغنية دي. لو انت خليجي وبتفهم في الخليجي فخليك اوكي، لو انت مستني مني، لو انت مش خليجي ومستني مني انا اشرح لك هو فورتكس بيتكلم عن ايه او بيقول ايه، فالفيديو ده مش ليك، وقفل الفيديو ما تضيعش وقتك. اوكي خليني اكون صريح كده ايه وخدت لازم كده، عشان يعني هعمل رياكت على الفيديو ده لاول مرة اسمع الاغنية. يعني سمعت منها كام حتة، البروديوسر بتاع الاغنية بيج مو، انا فاكر بيج مو انا عشان كده عجبتني انا ما كنتش عارف ان هو بيج مو، انا لسه شايف دلوقتي اسمه. ما علينا خلينا نخش على طول على الفيديو، يلا ليتس جو. تو باد، الانجليش بالعربي بيبقى غريب قوي. يعني بص كلمة تو باد مكتوبة تو باد، اخدت وقت عشان اعرف هو مكتوب ايه. ميكروباص، هو في مصر؟ كويس، في ليركس موجود بس انا مش شايف حاجه من المايك. باستمرار الفيب علينا. بسم الله داش بحالة استنفار، الكل يبلش استغفار، باستمرار الفيب تعرف معنى الاستمتاع. ده في مصر، ده في مصر. ليتس جو. يا رب يكون بيعمل حاجه مع حد في مصر يا رب. ما حد فاهم راب الا كم واحد، هذا الاستنتاج استنتاج استصراب يا سبع عشر باشر يعني ابو بيغني العالم وراه. انا بشكر فورتكس على فكره، بشكر فورتكس فشخ. بالله كم واحد هذا الاستنتاج استنتاج استصراب يا سبع عشر باشر يعني ابو خامس كم حتى باستعباطي بظل داشي بشر راب يختل ولا داشي بالحاشي بشاتي مطرباتي بحر جاب ولا باشر. وحشني فشخ، وحشني فشخ. انا ليه حاسس ان هو ستايل بتاع اسمه ده ابي يوسف، في ستايل. اوكي ما علينا، انا مش بشبهه بابي يوسف اوكي، عشان الناس في ممكن ناس تفهمني غلط، مش بشبه فورتكس ده حاجه وده حاجه تاني خالص. اوكي انا مش بقارن اوكي، عشان الناس بس ما تجيش تقعد تقول ما علينا. شوف انا بخسر بس افوز دبل كبير كالبوتانك، تسافر بقناتي تشوف اثاري كاليونان، عكسك نشرت وباك على السين انت وهان، بوسي مهما يستسلم اشوفه بعيني مولان تكفى. اوكي بلشت وقفت من غير قصدي انا اسف. على السين انت وهان، بوسي مهما يستسلم اشوفه بعيني مولان تكفى، ليش تلزق بهذا المهان وانا مو فان، صار ما تلقي زر ما عاد بيس اللي قدمته مو راب، مرة قعدكم على كاكتس من اريزونا توسان. اسمه ايه القيادات العليا؟ اسمه ايه كان؟ نسيت اسمه يا ديني، نسيت اسمه. بس مش مكتوب، مش مكتوب اسمه. اوكي بس حته جامده فشخ. صاحبي حاش فلاش نحاش الفاشل دونت كومبلين افصل عليك. حش فلاش اوكي حد يكتب لي تحت اوكي، يعني حط الوقت واكتب لي يعني ايه صاحبي حش فلاش ف
فلاش. انا ليه بقول فلاشه؟ انحاش الفاش الفاشي. انا ما علينا دي تعويذه، انا حاسس انها بقول تعويذه. انحاش الفاشل دون كومبلين، افصل على الكلمه وناس وناس دون انسين. بجموع البيت رسمي عم الخوف بالسين، الفي واحد حجي ما في منه اثنين. صاحبي حاش فلاش انحاش الفاشل دون كومبلين، افصل على الكلمه وناس وناس دون انسين. بجموع البيت رسمي عم الخوف بالسين، الفي واحد حجي ما في منه اثنين. بجموع البيت ما اعرفش حد فيهم. لا ما اعرفش حد فيهم. رسمي عم الخوف بالسين، الفي واحد حجي ما في منه اثنين. يا حفات الفوت لما تفلس بتوقف راب لقى الطفري بفرق. ثواني، هو ده مو صح؟ بيج مو تقريبا صح؟ مو 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 ايه بكتبوها بالعربي اوكي؟ بيج مو مفروض مو باش الموت عارف شلون انا الدون في فرق بالكالبر هم جيدش حربو ما اخسر كل بزيد احد ما حاله فجعلك بتكتي ابو ما اقدر شكو كبير ما في نوبدي only me تسمع صوتي فيه on repeat perfectionist فيني OCD ما في نوبدي only me تسمع صوتي فيه on repeat perfectionist on repeat. طب هو ليه on repeat الوحيدة اللي مش مكتوبة بالانجلش؟ شكو كبير ما في نوبدي nobody only me okay. تسمع صوتي فيه on repeat perfectionist فيني OCD خدر جسمك بالكامل مو بج موضع تقرب ده موسمي يا عشوف برو ما حب الفيم فيم تقول لي تون تون اقول لك ويع ويع اقول لي شلون شلون احنا سيم سيم انتو الكومبارس اقول لك ويع ويع اقول لي شلون شلون احنا سيم سيم انتو الكومبارس انا المين مين يا زهرة من كل بستان ماستر بيس كالكولاج ابداعي بالانتاج بعصوي باري بالمونتاج انا بي تكنيكي فريك راب كويتي خضع الامريكي ما نتقارن يا زميلي صاحبي حاشا فريك كويتي خضع الامريكي ما نتقارن يا زميلي خضع الامريكي ثواني مونتاج انا بي تكنيكي فريك راب كويتي يخضع الامريكي هو مش كده غلط تقريبا هو كده بيهين الراب الكويتي على ما اعتقد صح ان هو الراب الكويتي يخضع الامريكي الكويتي خضع الامريكي ما نتقارن يا ما نتقارن يا زميلي لا بس هو ما علينا مش عايز اخش في مواضيع ما علينا بس ابو فهموني لو انا فهمت غلط ابو فهموني يقصد بيها ايه لكن يخضع للامريكي ليه ما علينا ممكن عشان الوزن والقافيه بتاعت البار نفسه فاهم ممكن الله اعلم جايز سوي باري بالمونتاج انا بي تكنيكي فريك راب كويتي خضع لم عشان البار يكون كامل يبقى ماشي بريكي ما نتقارن يا زميلي صاحبي حاش فلاش انحاش الفاشل دون كومبلين افصل على الكلمه وناس وناس دون انسين بجموع لحد ما كاتشي على فكره لحد ما كاتشي فشخ صاحبي حاش فلاش انحاش فاشل صعبة فشخ مش عارف هو بيقولها سهلة فشخ سهلة بيقولها يعني لما بيقولها بحس اللي هو أنا ممكن أقولها فاهم أجي أقولها اللي هو شيت خضع الأمريكي ما نتقارن يا زميلي صاحبي حاش فلاش انحاش الفاشل دون كومبلين انحاش الفاشل انحاش الفاشل حاش فلاش انحاش الفاشل اوكي افصل على الكلمه وناس وناس دون انسين بجموع البيت رسمي عم الخوف بالسين الفي واحد حجي ما في منه اثنين صاحبي حاش فلاش انحاش الفاشل دون كومبلين افصل على الكلمه وناس وناس دون انسين هموت واعرف هو بيقول ايه بجد انا مش انا نفسي افهم هو بيقول ايه الحاشه فلاشه انا فاهم كلمه فاشل في الاخر ودون كومبلين دي دول انا عارفهم لكن حشه فشه دي مش فاهم منها اي حاجه بس كاتشي مع البيت رسمي عم الخوف بالسين الفي واحد حجي ما في منه اثنين سكسي ار اوكي دي تقريبا اغنيه برضو كانت طيار طيار انت عشان السكسي اوكي سكسي ار ريتم سكسي ار ما علينا ده كان الاكت يا رب يكون الاكت عجبكم انا مبسوط ان انا راجع وزي ما انا رجعت قبل كده برضو في فورتكس كان لما انا رجعت كنت رجعت برضو باغنيه في فورتكس مش عارف هي هتبقى مش عارف دي معناها ايه مش عارف بس هي سبحان الله بتيجي صدفه
لان الناس هي اللي كاتبه لي فورتكس. اوكي حتى في الكومنتات اخر الكومنتات برضو كانت ناس كاتبه لي فورتكس. ف وانا وحشني ان انا اسمع فورتكس. وانا كنت بسمع كام حته كده عشان اظبط بس الصوت اشوف اذا كان الصوت شغال والريكورد نفسه كان شغال ولا لا. فالبيت ذات نفسه كان عاجبني جدا فما كنتش عارف ان هو بيج مو. وانا فاكر بيج مو انا سمعته كذا مره كان عجبني البيتس اللي هو بيعملها جامده فشخ. ف الاغنيه حلوه اغنيه حلوه ما اقدرش اقول عليها اي حاجه تانية. اوكي بس انا برضو في حته اللي هي الراب الكويتي يخضع الامريكي دي مش عارف يعني. انا لو براب عمري ما هقول الراب المصري مثلا يخضع الراب كذا فاهم دوله كذا فاهم. هيبقوا فهموني برضو هو يقصد بيها ايه. اوكي جايز اكون انا في حاجه قالها قبلها فدي دي بتدي معنى يعني تدي لها معنى تاني. اوكي ممكن الله اعلم ده لو حد فاهم انا بقول ايه اللي هو يعني اقصد يكون قال حاجه قبلها فبالتالي قال الحاجه دي ان هي مثلا بتنفي او توصل حاجه بحاجه. انا برضو معرفتش اشرح انا عايز اقول ايه. ما علينا ما علينا. طبعا انا شفت الكومنتات بتاعت امبارح. اوكي انا مش عارف يعني اكتب لكم كومنت على كل كومنت. اوكي لان اول حاجه الكيبورد اللي انا جايبه دلوقتي يعني انا مش بستعمل الكيبورد بتاع اللاب فيه عربي بس عشان اللاب ساعات امبارح فصل وانا بعمل ايديت للفيديو بتاع امبارح كان فصل الشاشه نفسها كانت فصلت عملت حوار الجري ده. فقعدت اعمل طبعا ايديت على المونيتور بتاعي هنا. فطبعا انا عندي كيبورد بس الانجليش فعشان كده انا مش عارف اذا كنتوا هتفهموا فرانكو لو انا كتبت لكم فرانكو مش اللي هو بالحروف يعني عربي بحروف انجليش. انا مش عارف اذا كنتوا هتفهموني ولا لان انا عندي الفرانكو بتاعي مختلف شويه يعني اللي هي مثلا شين انا ما بكتبهاش اس اتش انا بكتب سي اتش. اوكي الفرانكو بتاعي مختلف شويه ما علينا. فما اعتقد ما حدش هيفهمني فعشان كده ما حبيتش اكتب اي كومنت لاي حد عشان الناس ما تبقاش حاسه ان هي لازم ترد فتبقى مش عارفه هي ترد بايه او تحس ان هي بشكلها وحش. ما علينا اللي هو انا فكرت للناس ان هي ايه مش عايز احطها في موقف وحش او اي حاجه فاهم. او الناس تقول لي انت بتكتب ايه ما تكتب عربي مثلا فمش هعرف ارد اقول له انا ما عنديش كيبورد. فقلت بكره اعمل فيديو اكتب اشوف اذا كان الناس هتفهم فرانكو ولا لا. فلو حد بيفهم فرانكو اكتب لي. لو انت بتحب تكتب بالعربي اكتب بالعربي وقول لي. لو عايز ترد عليا رد عليا بفرانكو ساعتها ممكن ارد عليك بفرانكو. غير كده مش هقدر ارد بالعربي خالص. انا عدت الكلام 5000 مره. ما علينا ده كان فيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وانا مبسوط اني رجعت. اوكي يلا تشوس.